لكن دوما بنقول كلمة لكن، نحن بنعرف انه الهنا اقوى. لكن مثل ما قلت كمان حضرتك انه الكنيسة لازم تتحرك في العالم، الكنيسة في سوريا لازم تتحرك، لازم ليس فقط نطلق صلوات من بعيد، لكن لازم نحن فعلا بقوة الهنا نكون متواجدين بهذا المنطقة لنعلن صوت الحق، لحتى نزرع بذار المحبة، بذار السلام، نزرع البذار من أول وجديد بأطفالنا اللي ممكن تضيع، أو بالأحرى مو ممكن تضيع، رح تضيع إذا كانت استمرت بهذا الشر اللي كانت عم تشوفه وعم تصوره بالموبايلات وهي مبتسمة وهي عم تضحك. لكن خلينا بالقوة المضادة، القوة الأقوى اللي نحن بنحملها، نعرف نحن نتأكد ونكون في عنا يعني يكون في عنا ثقة بأنه نحن لازم ننطلق لهذا المكان، ننطلق لكل أماكن الشر اللي انزرعت في أرضنا، ونعلن من أول وجديد انتصارنا، لأنه إلهنا هو الأقوى. ولا يمكن قوة السلاح لا تجدي. يعني نحن شفنا قوة السلاح دمرت، قد ما كان السلاح قوي السلاح دمر، سلاح دمر البيوت، دمر الإنسان، موت. يعني نحن كمان نحن عم ندور بالرقة أسيس، يعني الجثث اللي كانت مرمية على الأرض، إن كانت جثث لداعش ولا جثث للجيش ولا جثث لأي إنسان، هذا الشيء بيقطع قلبنا وبيقطع قلب الله كمان. هيدا الإنسان اللي مخلوق على صورة الله يتشوه بهيدا الطريقة، مشلوح في الأرض، مشلوح مشلوح للكلاب وللحيوانات إن تنهش بجسده. فعلا أنا شفت هذا المنظر بس ما حبيتش أحكي. فعلا يعني فعلا شيء مؤسف، قطة عم توقف في جسد نفسه. الإنسان يوصل نفسه لهيدا 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 الشيء اللي نحن شفناه على أرض الواقع. مشان هيك أنا مصرة ومن خلال برنامجك ليكن نور، إنه فعلا نكون نور. فعلا الكنيسة اليوم تعرف حق إلهها وتعرف السلطان اللي هي أخذته من إلهها حتى تقدر تتواجد، ليس عن بعيد فقط. نحن محتاجين صلواتكم عن بعيد، محتاجين صلوات الكنيسة عن بعيد، لكن اليوم هيدا المنطقة محتاجة خدام يجوا. ومثل ما شفت أسيس، شفنا القلوب المفتوحة، شفنا الناس اللي مستعدة فعلا، لأنه الناس تعبت.